خمسة ما نش حابين عهدة خمسة عمي كرهنا. إحنا يا طلاب تاع ثانوية خرجنا اليوم نعبروا على الحقوق تاعنا، حابين الحقوق تاع المتعلم، حابين نبقاو كيما كان الشعب، يكون عندنا أهداف. ما تحقراش لي شان، ما تحقراش عسى. ضد الوحدة الخامسة عمي، ضد الوحدة الخامسة بصراحة بوتفليقة ولا إصابة تاعو كاع باش يروحوا مهاد البلاد. Entre nous, une solidarité nationale qui touche tout le peuple algérien contre la tyrannie qui existe depuis 62.